أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر صوت بيروت انترناشونال. نحن موجودين اليوم بمنزل عائلة الفقيدين حسن الماس زنجي ونهى الحجار يلي توفوا جراء حادث سير مأساوي على طريق أوتوستراد الأسد أثناء عودتهم إلى صيدا من مدينة بيروت. طبعا يعني الحادث المأساوي يلي ضج على مواقع التواصل الاجتماعي وصار بسبب يعني اجتاحت سيارتهم من الجهة المقابلة وفاجأتهم. العائلة مؤلفة من الأب حسن من بلدة صيدا من مدينة صيدا ومن الأم نهى الحجار من بلدة شحيم والطفلة جودي اللي عمرها سنة وثلاث أشهر يلي نجت من الحادث. وطبعا يعني العائلة بالأمس وجودي ودعوا حسن وودعوا الأم نهى إلى مسواهن الأخير لتبقى جودي مع عائلتها الكبيرة وأقاربها من دون أب ومن دون أم. مين منا بلبنان ما بيظهر من بيته إلا ما بيسمع جملة انتبه على الطريق وطمنا بس ترجع، لأنه كلنا عارفين وأكيدين أنه طرقات لبنان غير مؤهلة للسير من دون إنارة من دون زفت ومليئة بالحفريات والحفر. طبعا كمان لأنه عارفين أنه فساد السياسيين والمسؤولين عن هيك طرقات هن السبب بخسارة مئات وألاف الضحايا بلبنان يعني على طرقات لبنان. معي إلى جانبي والدة حسن الماس زنجي، أكيد بدنا نعزيك مدام فاتن بهالخسارة الكبيرة لإلكن. يعني سمعنا كتير الخبرية كيف صار الحادث، خلينا نسمع منك كيف صار الحادث الأليم. كان حسن هو مدامته عند أهلها ببيروت، والساعة 6 تركوا البيت وكانوا مقضيين النهار عند بيت عمه، وتركوا البيت ومعهم صغيرة. عادة الصغيرة بتقعد ورا بكرستها لأنه هن كتير حريصين على سلامتها، والأم بتقعد حدها قاعدة كانت خلفه لحسن بالسيارة. هن الساعة 6 بالضبط تركوا بيت عمه ووصلوا على هيدا الأوتوستراد المشؤوم، لأنه هيدا الأوتوستراد وأنا بأسف أقول أنه نحن عنا البلد صار مهترئ، والسياسيين عنا هن بكوكب آخر، كوكب آخر اللي هو تسكنه الشياطين، لأنه الشيطان ما بيتأثر بمقاسينا. هيدا الأوتوستراد تتكرر عليه مثل هالحوادث، مش حوادث سير اصطدام أبدا أبدا. أنا بقول لو حادث اصطدام بيكون ناتج نتيجة سرعة تهور أو لقاء سيارتين ببعضهم، بتصير أوقات نتيجة جورة نتيجة أي شيء أو عطل بالسيارة بيصير في حادث اصطدام بيتصلح السيارة وبيكون في أضرار. بس هيدا الحادث هيدي المنطقة بالذات من أكتر من 10 سنين وهن عنا هيدا الحوادث، السيارات البهلوانية اللي بتطير من فوق وبتحصد بتقتل الناس بدون سابق انذار، بتحرم طفلة عمرها سنة وثلاثة أشهر من كلمة بابا وماما. يا رب أنا كنت أقول إذا ولد محروم من كلمة بابا يرجع على البيت ويفتح له الباب ويلتقي ببيه، قول الله يعينه، كيف عاش هيدا بدون كلمة بابا؟ أنا كنت إذا في طفلة ماتت أمها وما في حدا يفقلها بالليل ويحضنها ليسكن وجعها، قول يا الله كيف عايشة هيدي البنت بدون أم تحضنها بالليل، أو إذا مرضت تمسح على جبينها أو تحس فيها، أو كانت تعبطها لما تيجي من المدرسة وتقول لها شو عملتي بالمدرسة. كنت أنا هول حس فيهم وفتش عليهم لحتى الله ابتليني إنه صار عندي طفلة ما قادرة تقول لا بابا ولا ماما. أنا ما فيني شو ما عملت لها. في كتير ناس طلعوا على التواصل الاجتماعي عرضوا ومدارس تعهدت بعلمها،
أنا ما طالبة، أنا طالبة، أنا علم. أنا علمت ولادي بأحلى مدارس وبأحلى جامعات، والبي بيشتغل، هو عنده مركز CFO بشركة كبيرة، ومخلص عامل CPA، وبعد كان هلأ بده يدرس وياخد شهادة جديدة. قال لي ماما أنا عم بتحصن بالعلم لعلم بكرة ولادي مثل ما أنت علمتينا. أنا ما طالبة، كنت ما طالبة مال، أنا بحياتي ما طلبت المال، أنا كنت أطلب خلق كريم وعيشة كريمة، كنت أطلب أنه الإنسان يكون مؤمن، مؤمن إنسان، إنسان ما يكون شيطان ولا حيوان. لأنه نحن هلأ صرنا عايشين مش بمزرعة، المزرعة بحطوا الحيوانات الأليفة لحال والحيوانات الكواسر لحال، بيفصلون. نحن لا، هلأ عايشين بغابة تتداخل فيها كل الكواسر. طب وكل اليوم تحاسب يلي مسؤول عن الحال. هلأ نحن لقلك شغلة، بالقانون بحوادث السير بحوادث القتل بينحجز وبينحبس 6 أشهر. هيدا القانون لا يكفي، لأنه 6 أشهر بالنسبة لهيك ناس متهورة، ولهيك ناس بلا أخلال، ولهيك ناس ضالين، بالنسبة لقلوا نزهة الحبس. يمكن يكون ما عندهم مصاري كتير، بروحوا على الحبس بيأكلوا وبيشربوا، بالنسبة لقلهم بقولك أنا بعد 6 أشهر أنا عم حقق نزواتي بقتل. أنا هيدا اللي قتل لي ابني، أنا بقول عنده نزوة القتل، لأنه أنا سمعت خبر أنه هو بحب يسكر الكيلومتراج. شو يسكر الكيلومتراج؟ نحن نملة إذا دعسنا عليها لا يجوز. يعني أنت عم تقتل مين البشر. عم بعاقب يا أكيد المسؤولين أكيد، لأنه هو بكرة بعد 6 أشهر، مش بس متهورين، فاقدي العقول. هلأ بعد 6 أشهر بيظهر، ما حيحس بعذاب الضمير، ما حيحس العذاب الضمير. ليه بده يحس بعذاب الضمير؟ ما يمكن يكون قاتل حدا قبل ابنه وما فات على الحبس، ما فات على الحبس ابدا. نحن هلا اخذنا اجراء، ونحن ما حنسقط حقنا، نحن ما حنسقط حقنا لو بيجتمعوا كل السياسيين وكل القضاة وكل التليفونات وكل شيء بيصير. وانا بعرف لبنان، تليفون واحد بيظهر، تليفون منحبس واحد قبله. مره صار عنا حادث، ابن وزير قتل واحد عنا حد استراحة صيدا، حبسوا السائق بداله. انا بعرف شو بيصير، وهو من لاسا وهن من العشائر، وبعرف القصص. نحنا ما مسامحين لا دنيا ولا اخرة، نحنا ما منسامح اللي بيقتل روح من حكي الله. ونحن ربنا قال كل مين بيقتل روح بلا سبب جهنم وبئس المصير، جهنم وبئس المصير. يعني حبت العائلة أيضا تعرض شوي الصور لحسن وزوجته والطفلة جودي. هي خبرينا عن حالتك، أنت عم بتقلي لي أنه الحمد لله هي قطعت مرحلة الخطر. إيه، لأنه هي كانت عندها، كانوا خايفين يكون عندها شعر بالجمجمة. حطوها أول شيء بالطوارئ، لأنه هي ما بتولف غير على خليتها الصغيرة، خليتها الصغيرة بتشبه أمها. وبحب فعل الصدمة، كانت البنت كل الوقت عم تبكي، ورجعت فاتت بنوم شوي طويل. دلوا لنقلوها على العناية الفائقة، لأنه هي ما قادرة تترك خليتها، لعملت خليتها الفحص PCR ونقلوها على العناية الفائقة، ورجعوا عدولة التحاليل وعدولة الصور، والحمد لله قطعت المرحلة الخطرة، والحمد لله هي منيحة، واليوم بإذن الله هتترك المستشفى بإذن الله. ألف الحمد لله على سلامتها، وما فينا إلا نعزيكم يعني فعلا. شكرا لك حبيبتي. شكرا. إذن يعني اليوم ما في حدا متأثر بهيدا الحادث المأساوي، وما فينا نقول إلا للكل يعني انتبهوا وسوقوا بحذر، خاصة على أوتوسترادات لبنان. أكيد يعني كمان ضروري معاقبة كل متهور بالقيادة وكل مستهتر بأرواح الناس. كنا معكم مباشرة عبر صوت بيروت انترناشونال، كانت معكم سارة شحادة وزميل يوسف فواز. إلى اللقاء.